السعادة قرار أنتوا بتختاروه كل يوم لما تفيقوا من النوم، وأنا كل يوم قررت أني أفيق وأكون سعيدة. Get ready with me لنعمل ميك اب، نعمل شعراتنا ونجرب الفستان يلي مبارح اشتريته من المول. رح جرب لكم اياه بآخر هيدا الفيديو، فخليكم معي. أوكي أوكي، طلعوا تكسرت والله. هيدي الباليت أنا كتير بحبها، رح أخذ هيدا الكولر. أنا ماشي هيك خفيف لطيف، عبالي اطلع غير جو اليوم، ما رح خلي حالي بالبيت. رح قيس الفستان، بعدين رح غيره. الفستان بس للبيت ولقلكم لهيدا الفيديو اللي رح نشوفه سوا. بعدين رح البس شي سبور واطلع اتمشى شوي. الجو حلو اليوم، صارت الدنيا ربيع وانا نفسيتي كتير حلوة اليوم. إلي مخلفة 3 شهور ومن وقتها لليوم للأسف ما عملت اي سبور ولا شي، غير اني بشتغل بالبيت بطبخ وبظبط هون وبعمل هون وكذا بس. بس هذا الحكي مش صح، لازم ارجع اعمل رياضة تقريبا اقل شي 3 لـ4 مرات في الاسبوع. صح، خلينا نركب رموش. يلا هدول الرموش اللي انا بحب ركبهم، وهيدا التلزيق اللي ما بحبه بس ما في غيره بالسوق. مثل هيك قررت انه يوم التنين يكون عنا اول حلقة من Get Me Ready With Your Style. يعني رح اختار بكل حلقة حدا بتواصل معي، كتير تواصل معي منكم عنده ستيل معين باللبس، تروحوا معي وتلبسوني على ذوقكم، نعمل شعري على ذوقكم. في هيدا النهار حتكون يوم التنين، مين فيكم متحمس؟ مثل هيك. ديانا شو رح تعملي لي بشعرات اليوم؟ شو كتير حلو. عملنا وشي سشوار ولا احنا نعمل بالفير؟ بلشنا بالفير. شو عم تفكري اليوم ديانا؟ نغير الفرق مش على النص؟ لا، نعمله على جنب بيطلع اجمل. شو بدك؟ قولي يلا قول ماما ماما ماما. واو شو حلوين الأشقر بالدفير. 100% مش حلو على اللبس. مزبوط الأشقر فير للآخر. صح صح.
I love you. شوفي هالم جاية كتير نايس يا ديانا. Thank you. So هاي الشعرات اللي عملت لي اياهم ديانا اليوم. قولي لي رأيك. I'm excited to try the dress صراحة. I love this one. عبالي حط ابيض جوا عيوني. بدي شي زي هايلايتر ما عم لاقي، سو رح اخذ شوي من هون هاي الباليت مثل هيك. نفس الشيء هيك رح اقوم البس الفستان بسرعه وارجيكم اياه. يلا خليكم. وهيدا هو الدرس. اكتبوا لي رايكم بالتعليقات.